أنا فتحي محمد أمامة، عضو هيئة تدريس بكلية الفنون والإعلام في جامعة مصراتة، الدرجة العلمية أستاذ مشارك. طبعا اشتغلت في بعض الصحف وحررت بعض المقالات، وكنت في فترة من فترات رئيس تحرير لأحد الصحف داخل هذه المدينة. كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة هي أساسا كانت قسم يسمى الإعلام يتبع كلية الآداب بهذه الجامعة. افتتح هذا القسم في العام الجامعي 2003، ثم في العام الجامعي 2014 افتتحت كلية الإعلام والفنون بموجب قرار من مجلس الوزراء في الدولة الليبية. وانطلقت الكلية تضم قسم الإعلام في جامعة كلية الآداب وقسم الفنون التشكيلية من كلية التربية. الدراسات العليا في هذه الكلية بدأت للعام الجامعي في خريف 2016-2017. انطلقت الدراسات العليا في هذه الكلية بعد أن تحصلت الكلية على وفق معايير الجودة المحددة والشروط الموضوعة بهذا الخصوص، وزارتها لجنة من مركز الضمان الجودة وتقييم الأداء ومنحت الموافقة لانطلاق الدراسات العليا. من هنا انطلقت الدراسات العليا في هذه الكلية. طبعا نحن نعتبر في الدفعة الثالثة في طلبة الماجستير. إجراءات القبول في كل الدفعات السابقة كانت على نفس المنوال. كانت تحضر إلينا لجنة من جامعة طرابلس من خارج هذه الكلية، تشكل بموجب قرار من السيد عميد الكلية، وتحضر هذه اللجنة وتتم إجراءات القبول. وكانت تمنح في عفوا يقوم الطالب بامتحان شفوي ومقابلة شخصية. كان الامتحان الشفوي يرصد له 40 درجة، والامتحان والمقابلة الشخصية 40 درجة، و20 درجة كانت تمنح لمعدل الطالب في عند اثناء حصوله على البكالوريوس. وبالتالي كانت اعتقد ان اللجنة، كل اللجان اللي حضرت هذه الكلية، كان الشغل يتسم بالدقة حقيقة المتناهية في هذا العمل. طبعا الطلبة لما يتقدم الطالب، احنا زي ما قلت حضرتك ان احنا عندنا ثلاث دفعات. على سبيل المثال، الدفعة الأولى تقدم لنا 39 طالب، تم اختيار منهم 13. الدفعة الثانية تقدموا 26، تم قبولهم من 13. الدفعة الثالثة الآن 15 طالب هم اللي يدرسوا في هذه الكلية. الطالب طبعا لما يدرس عنده مقررات دراسية، ثم يدخل على موضوع الرسالة. المقررات الدراسية تتمثل في 10 مواد، كل مادة تمثل 3 وحدات. بمعنى الطالب باش يصل لمرحلة الكتابة يجب أن يجتاز 30 وحدة دراسية، ثم بعد أن ينهي الوحدات يتقدم بموضوع، ثم يصيغ العنوان، ثم يعرض هذا الأمر على مشرفة يعد له إياه، يوقع للمشرف، ثم يجرى له سيمينار. يعني زي ما تعرف حضرتك إن يحضروه أساتذة مختصين في هذا المجال من داخل الكلية ومن خارجها، ويبدو ملاحظات للطالب على موضوعه وعلى خطة وعلى إشكالية وعلى الفرضيات وعلى الحدود، وكل ما يتناول الطالب وينوي الطالب أن يتناول في بحثه تعطى له ملاحظات يؤخذ بها، ثم يتقدم مجلس العلمي للكلية، مجلس الدراسة العليا، يجتمع مجلس الدراسة العليا ثم يقرر هذا الموضوع ويحيل للجامعة اللي هي مختصة بهذا الموضوع. طالب الماجستير هو أول يدرس بنظام الفصل الدراسي. يعني إحنا نشتغل بنظام الفصل الدراسي، لأن فصلين دراسيات كل سنة. خلال كل فصل دراسي نحاول أن نقوم للطلاب بدورات لرفع كفاءة الطالب. يعني إحنا سبيل المثال زي التوثيق وكتابة الهامش من شبكة المعلومات الدولية، زي دورة SBS، زي تطبيقات وتدريبات للطلاب بشكل مستمر. ضف إلى ذلك أن نعقد في ملتقى للطلاب الجدد في كل بداية كل فصل دراسي، كي يتعرف الطالب على القوانين واللوائح المنظمة له داخل هذه المؤسسة اللي تعني في الدراسات العليا. ضف إلى ذلك أن احنا نتواصل مع الكليات والمؤسسات اللي سبقتنا في هذا المجال. يعني احنا الآن نعد الاتفاقية مع جامعة طرابلس، اتفقنا مع الأخوان والزملاء في أكاديمية الدراسة العليا أن يتم تزويدنا بكل رسائل الماجستير اللي نوقشت عندهم، مقابل احنا نحيل لهم كل رسائل الماجستير اللي ستناقش عندنا إن شاء الله تعالى.